بالتأكيد هي نسعى ان نحصل على 3 نقاط على افتراض انه مباراة خارج ارضنا تكون تعادل، وصارت مع الاسف داخل ارضنا او في ارضنا، الان نسعى ان شاء الله ان احنا نحقق نتيجة ايجابية باذن الله. وفق ما نرى حديث عن الغيابات، جملة من الغيابات خاصة فيما يتعلق بالشق الدفاعي، محمد نامي عدم تأكيد لمشاركته، سلطان البيشي يغيب، وسام هوساوي، هناك خشية من ان يكون دفاع الهلال هو الاقل حظا في هذه المباراة. والله احيانا النقص يعني يولد قوه، انا اعتقد انه ان شاء الله الموجودين فيهم خير وبركه. شفنا يمكن حتى لما اصيب نامي امام الاتفاق في الدوري كان جميع متخوف من البديل، وسلطان البيشي لسه صغير، اثبت سلطان البيشي انه لاعب ممتاز وعلى قدر من المسؤوليه. اي لاعب حيكون موجود الحقيقه احنا نثق فيه ثقه عمياء، وان شاء الله انه يكون محل ويعوض اي غياب. يعني عاده سمو الامير رؤيه لهذه المباراه وفق الرؤيه للمباراه التي قبلها، حتى وان انحضرت النتيجه الكبيره، الا اني على الاقل من خلال متابعه لبعض الجماهير يتكلم عن المستوى ليس بالرضا حتى لو حضرت النتيجه الكبيره، هذا الامر صحيح اولا؟ والله يعني ما حنكون يعني الناس كلها تشوف والناس كلها تعرف، واحنا بحكم متابعتنا اليومية بحكم يعني تشريفنا بإدارة نادي الهلال، سمو الأمير عبد الرحمن صرح أكثر من مرة أنه مستوى الهلال هذه السنة مو مستوى الهلال السنوات اللي فاتت، وهذه طبعا حقيقة لا يمكن أحد أن يتجاهلها، أسباب كثيرة وأسباب لا يمكن الوقت ما يسعفنا لذكرها، ولكن المستوى على مستوى الهلال ما هو مستوى الهلال المعتاد. نأمل إن شاء الله أنه يكون نتدارك الوضع نحن كإدارة وجهاز فني ولاعبين فيما بتبقى من منافسات سواء آسيوية أو كأس سيدي خادم الحرمين. بالنسبة لنا يعني كل الفريق يعني الحمد لله روح اللاعبين، وهي الروح هي الشيء الأهم، يعني ما حد يختلف على فنيات لاعبين نادي الهلال وإمكانياتهم ونجوميتهم، ولكن الروح متى ما حضرت الحمد لله الروح كانت موجودة في المباراة الماضية، ولكن على الطرد يعني كان هو اللي أثر يعني على مجريات المباراة. الحمد لله على كل شيء قدر الله ما شاء فعل. المباراة هذه إن شاء الله هي منطلقتنا وأول 3 نقاط إن شاء الله جهة البطولة إن شاء الله. كابتن ربما ما سيتغير في هذه المباراة، أصبح واضح أنه خط الدفاع تحديدا في واحد لاعب خرج ببطاقة حمراء كابتن سامي هوساوي، في لاعب مشكوك في أنه يشارك اللي هو الكابتن محمد نامي، الأقرب أنه لن يشارك. تخشون انه التغيير في الدفاع ربما يؤثر عليكم حتى انتم في المقدمه؟ لا يعني انا اشوف يعني ممكن ما يغيب على الجمهور الان اصبح مثقف ويعرف الفريق الكبير تغيير لاعب نقص لاعب لا يؤثر فيه، هنا يبان هنا في المحك يبان الفريق الكبير، وبالعكس يعني هو اكيد انه يعني مثلا اللاعب نامي لاعب كبير، اسامه هوساوي ايضا لاعب كبير له ثقل سواء في المنتخب او في النادي، ولكن هنا الفريق الكبير يبين يعني يبان والمجموعه والعمل الفني والاداري وكنا كتكاتل اللاعبين انه نقدم صوره الفريق الكبير فريق نادي الهلال. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الموضوع يعني يمكن مختلف زي ما قلت المرة هذه، يمكن قد يكون التعادل في البداية يمكن سبب شوي يعني ضغط علينا أكثر، لكن في النهاية احنا قاعدين نتعامل معه يعني بكل سلاسة، قاعدين نعطي المباراة حقها، اللاعبين يعني يمكن عارفين حجم المسؤولية في المباراة هذه، يمكن مباراة جدا مهمة يعني جايتنا، يمكن أي نتيجة غير الفوز يمكن تدخلنا في حسابات يعني ما لها أي داعي، وبالتالي يمكن التركيز كثير على المباراة، يمكن زي ما قلت لك ما احنا مهتمين بموضوع الإعلام التركيز قدر ما نحن مركزين على المباراة بشكل كبير. إن شاء الله بإذن الله إنه اليوم اللاعبين أدوا يعني المباراة الأخير وكان الحمد لله فيه جاهزية جدا كاملة، إن شاء الله بإذن الله بكرة يعني تظهر الموضوع هذا في الملعب إن شاء الله.